السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي تبعات قناة حراء التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو لايك شير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد. Hello KG1, how are you? Today we are talking about math second term. ازيكم يا KG، عاملين ايه؟ We miss you so much. النهارده هناخد math، هنشوف هناخد ايه جديد. ها يلا بينا نشوف النمبر اللي عندنا النهارده. number 15. Let's learn by playing. احنا تعودنا ان احنا بنعمل كل الحاجة اللي بنعملها في الفيديو بتاعنا عن طريق اللعب، يعني بنحل أسئلة وبناخد حاجات جديدة كله عن طريق اللعب. يلا معايا. متعودين اللي احنا بنطلع البرج ده خطوة خطوة مع بعض. ده البرج اللي فيه القطة مشمشة صاحبتنا، اللي كل دور بتديني سؤال مختلف وانا بحلهم وببعتهم، ببعت الإجابات بتاعتهم. هل تستطيع الوصول إلى أعلى دور في البرج؟ هيا نجرب. احنا متعودين بنبتدي الفيديو بتاعنا بايه؟ ريفيجن، يعني مراجعه على ما سبق. يلا نشوف مع بعض الاسئله بتاعتنا. ذا فيرست كويستشن، اول سؤال عندي هيكون رايت ذا نيكست ديجيت، اكتب الرقم التالي. التالي يعني اللي بعده، بعمل بلس 1، بزود واحد. عندي اول واحد نمبر 1، انا هقول افتر 1 اللي بعد ال 1 ايه. طبعا انا حافظ النمبرز افتر 1 2. لو انا مش عارف بس انا عارفه ان اصحابي كلهم عارفين، بزود واحد بلس 1، يبقى 1 بلس 1 ايكوالز 2 او 1 الافتر بتاع 1 2. عندي بعد كده نمبر 6، افتر 6 7. عندي نمبر 13، after 13 14. يبقى احنا اتفقنا write the next digit، بعمل plus 1 بزود 1. count and write، عد واكتب. تعالوا نعد مع بعض نشوف هو عايزني ايه. يلا بينا. count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى نمبر كام؟ 13. 1 وبعدين 3 13. اللي بعد كده 1 2 3 4 5. انا عديت 5، يبقى هكتب 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا 9 ولا 8؟ ها نعدهم تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى هكتب كام؟ هكتب 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى هكتب كام؟ 12. انت عديتي كام؟ 12. تكتب ازاي؟ 1 و 2. برافو عليكي. يبقى السؤال ده سهل قوي، وصحابي بيعرفوا يعدوا وبيعرفوا يحلوا لوحده. يلا نقرا مع بعض. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. طب احنا هناخد نمبر كام النهارده؟ قلنا في اول الفيديو اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت كانت 14، يبقى المره دي 15. برافو عليكي، انت مركزه معايا. يلا نشوف القطه بتاعتنا جايبه لنا سؤال. مش هنطلع معاكي الدور اللي بعد كده.
وريني هتدينا سؤال ايه. اوه مش مشى السؤال بتاعها. انا عارفه ان اصحابي كلهم هيعرفوا يحلوه. صب صب يعني اطرح. يلا المساله بتاعتي بتقول 3 minus 1 equals، هتحلها وتبعت لي الاجابه. انا مستنيه الاجابه بتاعتكم. هو احنا هناخد نمبر كام؟ احنا قلنا 15. طب يلا كاونت ويز مي. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى نمبر كام؟ 15. احنا قلنا 15 بتتكتب ازاي؟ بكتب 1 وبكتب بعد كده 5. ال 1 في التنس وال 5 في اليونتس. قلنا يونتس يعني احاد وتنس يعني عشرات. يلا رايت ويز مي. يلا خلاص احنا اتعودنا ان احنا بنكتب ال 1 وبعدين ال 5. دي 15. ال 1 في التنس وال 5 في اليونتس. 15 1 في التنس و 5 في اليونتس. واتفقنا تنس يعني. يلا نشوف مشمشة تطلع معنا دور كمان ونشوف السؤال اللي عندنا ايه. مشمشة جايبة لنا السؤال. صب صب يعني اطرح. اه يلا شوفي المسألة اللي عندي وهبعت الإجابة بتاعتها. 2 minus 1 equal كام؟ فكروا وبعتولي الإجابة بتاعتكم. السؤال بيقول لي put more than or less than or equal، ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. يلا بينا، احنا متعودين ان انا بشوفها. احنا قلنا ده زي ميزان في كفتين، بشوف مين فيه الأكبر أو ممكن يكونوا الاتنين يساوي بعض. طيب أنا عندي هنا الـ 8 وعندي الـ 13، ها هحط هنا ايه؟ هختار ايه؟ أحط less than عشان الـ 13 أكبر من الـ 8. هيبقى 8 less than 13 يعني 8 اصغر من 13. الله السؤال ده سهل قوي. عندي 14 وعندي 14. اه الاثنين زي بعض. زي بعض. احنا اتعودنا لما يبقوا زي بعض احط على طول علامه ايكوال. ايكوال يعني يساوي. 14 ايكوال 14، الاثنين بيساوي بعض. ها اخر واحده. عندي 9 وعندي 5. ال 9 الاكبر يبقى احط مور ذان. تمام. يبقى 9 مور ذان 5. اكسلنت، برافو عليكي. واصحابي كمان انا سامعاهم وهما بيحلوا معايا. السؤال بتاعي بيقول لي صب صب يعني اطرح. بطلع الكبير على ايدي وبشيل منه كام؟ الصغير. بس اول حاجه لازم اعملها لازم الاول على العلامه بتاعتي، انور الاشاره بتاعتي، احط عليها سيركل عشان اعرفها وما انساهاش ما تلخبطش. هو احنا قلنا سيركل يعني ايه؟ دائره. لازم احط سيركل الاول عشان اعرف العلامه علامه بلس ولا علامه ماينس. هنا العلامه علامه ايه؟ دي ماينس يعني هشيل. انا قلت بطلع الكبير على ايدي، الكبير عندي هنا اللي هو 7، هشيل منه ايه؟ ماينس 2، يعني هشيل من ال 7 اللي على ايدي 2، يبقى ايكوالز 5. يبقى 7 ماينس 2 ايكوال 5. يلا يا اصحابي طلعوا معايا كده على ايديكم 4. يلا هي طلعنا 4. استني بس نحط سيركل الاول على العلامه عشان ما يتلخبطوش. ماشي. اه انا طلعت 4. طب ينفع اطلع ال 1؟ لا عشان انا قلت في علامه الطرح بطلع الكبير على ايدي. بطلع ايه؟ برافو عليك، بطلع الكبير. طب الكبير 1 ولا 4؟ ال 4. يبقى هطلع 4 على ايدي ماينس 1، يعني هشيل منها 1. هيتفضل معايا 3. يبقى 4 ماينس 1 ايكوالز 3. ها اعمل ايه؟ اه احط السيركل. احط السيركل بتاعتي الاول واطلع الكبير. فين الكبير؟ نمبر 10. طلعت 10 على ايدي ماينس 5، يعني هشيل منها 5. عد كده وشيل. اتفضل معاك كام؟ 5. يبقى 10 ماينس 5 ايكوال 5. الله السؤال ده سهل قوي. على فكره انا لما بحل كتير قوي بيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل. عشان انتوا شاطرين يا صحابي، وهي كل حاجه سهله بس لما نتعود عليها والتكرار بيعلمنا اكتر. يلا يا مشمشه. القطه بتاعتي جايبه لي السؤال. يا ترى السؤال ايه اللي هي هتجيبه لي؟ طلعت معايا الدور اللي فوق. يلا بينا قربنا نخلص البرج بتاعنا نوصل لاخره. اديتني صب صب يعني اطرح. يلا نشوف المساله عندي بتقول لي 10 ماينس 1 ايكوال. ها فكروا وابعتوا لي الاجابه بتاعتكم. مستنيه الاجابات يا صحابي. سؤال ديسكفر. بحبه قوي ده، لعبه اللي بتبقى في اخر الفيديو. ديسكفر يعني اكتشف. يلا بينا.
بيقول لي ماتش. ماتش يعني صل او وصل. سل. بيتكلم عن ايه؟ الله ده قطار، طائرة، مركب. دي وسائل المواصلات، دي منقسمة لتلات انواع، وسائل مواصلات برية وجوية وبحرية. القطار ده بيمشي فين؟ انا عارفة بيمشي على القضيب اللي تحت خالص. اه يعني على الارض، صح كده؟ اه يبقى دي وسيلة مواصلات برية. عندي بعد كده ايه؟ طائرة. بتمشي فين؟ في السماء. في السماء. يبقى دي وسيلة مواصلات جوية. جوية. اخر حاجة عندي المركب. بتمشي فين؟ في البحر. في البحر. برافو عليكي، يبقى وسيلة مواصلات بحرية. بحرية. يبقى احنا عرفنا النهاردة ثلاث انواع اللي هي الوسائل المواصلات اللي عندي. احنا متعودين ان سؤال ديسكفر لازم نتعلم منه معلومة او فايدة جديدة. وبكده يا اصحابي نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. سي يو سون، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني قريب. باي باي. جود باي كيجوان.